مشهد غير لائق وإحراج بالغ وضعت فيه معجبة سورية شابة مطرباً مصرياً أمام شريكة حياته بالتزامن مع زيارته إلى العاصمة السورية دمشق بعد غياب طويل قبل أن تتمكن المذيعة من إنهاء الواقعة الغامضة. فما القصة؟ وجدت الشابة السورية نفسها فجأة أمام حلم عمرها، فلم تتمالك أعصابها وقررت أن تباغته بفعل غير متوقع حتى لو كان في حضرة شريكة حياته وعلى الهواء مباشرة، فوضعته في موقف غاية في الإحراج. حاول الفنان الشهير أن يتجاوز تلك الأزمة الدبلوماسية التي أوقعته فيها المعجبة السورية مع نصفه الآخر، لكن دون جدوى، فلا يقوى أن يمنعها على ما تفعله ولا يقوى أن يشاركها فرحتها بالشكل المناسب. نظراتها تتفحصه وتنتظر منه أي ردة فعل لإنهاء تلك المهزلة التي تحدث أمامها، والمعجبة السورية الشابة هائمة في عالم آخر، فكأنها وجدت مرادها ولن تترك مهما حدث. واكتفى الفنان المصري بكلمات مقتضبة تحمل بعض الدهشة الممزوجة مع ابتسامات راغبة في مثل هذه الأشياء من معجبيه، خاصة إذا كان في دولة أخرى غير موطنه الأصلي، قائلاً: ماذا تفعلي؟ لكن لم يأتيه الجواب الوافي الصريح، واستمرت المعجبة السورية على أفعالها، فاستوجب الأمر تدخلاً مفاجئاً من المذيعة التي تقوم بتصوير كواليس الحفل الذي جاء المطرب المصري لإحيائه في سوريا. فما إن لاحظت أن الأمور تتجه إلى ما لا يمكن السيطرة عليها، قررت أن توقف المعجبة السورية التي تحتضن المطرب المصري بشدة وتحاول أن تقبله وهو يبتعد عنها قدر الإمكان. وبلهجة مصرية شهيرة فاجأتها المذيعة المصرية بطريقة كوميدية قائلة: لا لا، البوس ممنوع لو سمحتي، مرات واقفة مش هينفع كده. لكن هذه الكلمات الساخرة لم تمنع المعجبة السورية من فعلها، واستمرت في فعلها هذا حتى شبعت من مطربها المفضل وهدأت وحدها بعد لحظات من الدهشة والفضول التي أثارها المقطع المصور والذي بثته المذيعة المصرية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام. وكان المطرب المصري قد توجه إلى العاصمة السورية دمشق في وقت سابق لإحياء حفلتين في دار الأسد للثقافة والفنون برعاية وزارة الثقافة السورية وبالتعاون مع وزارتي السياحة والنقل. الجدير بالذكر أن الزيارة هي الأولى للمطرب المصري منذ نحو 15 عاماً كاملة، شهدت على غيابه بعيداً عن سوريا، خاصة إبان الأزمة السورية وتصاعد وتيرة الأحداث بين الأطراف المتصارعة. لكنه لم يغضب من هذا الفعل الذي أقدمت عليه المعجبة السورية الشابة، مؤكداً أن شريكة حياته هي الأخرى تقدر قيمة الجمهور جيداً وتعلم كيف تتجاوز تلك اللحظات المدهشة والغريبة في الوقت ذاته. برأيكم، هل أصابت المعجبة السورية الشابة في استقبالها الحار للمطرب المصري بهذه الطريقة؟ وكيف يتكيف الفنان العربي وأسرته عموماً مع مثل هذه الأفعال الغامضة؟